عليكم ومرحبا بكم معنا. اليوم غادي نوريكم واحد الموديل اللي كتعرفوه مزيان واللي عزيز عليكم بزاف. الموديل اللي هو لو بيست سيلر ديال لا مارك سكودا. واليوم غادي نشوفوا واحد لا فينيسيون اللي اول مره دخلت المغرب، لوكتافيا الكا. ها هي حدايا، ها هي موجوده. دونك لوكتافيا الكا غادي نشوفوها من على برا، ومن بعد نشوفوا لي زوبسيون اللي عندنا لداخل. انا حاليا كنت واجد على الانتيريور ديال لوكتافيا الكا. كيف ما كتشوفوا كتوفر واحد ليسباس تري جينيرو، اون تري بون كاليتي دي ماتيريو، لا سيلري ان كوير اي الكانتارا بالنسبه لي سياج، لي انسير ديكوراتيف توجور الكا، اي اون لوميير دامبيونس اللي غتلقاوها في لي بورت اريير اي لي بورت دوفون افيك دي كولور ديفيرون. بواط ا فيتيس اوتوماتيك 6 رابور، مود دو كوندويت ايكو كونفور سبور، ستاسيونمون اوتوماتيك. Volant en cuir avec commande au volant. Le volant il est réglable en hauteur et en profondeur. Démarrage sans clé. Les quatre vitres électriques. Toit panoramique ouvrant avec un pare-soleil. Écran tactile grand format couleur. Comme la radio. Média tout ce qui est USB et carte SD. Bluetooth. Commande vocale. L'application SmartLink. Et le menu de la voiture. Les réalités comme les données de conduite et le statut du véhicule. Climatisation Bison, siège conducteur et passager électrique avec fonction lambert. Le volume du coffre de l'LK fait 590 litres. Les options les radis le ont les crochets shopping, une prise 12 volts, un espace de rangement, un dispositif fixatif les adhésifs et pare-soleil arrière. كما قلت لكم لوكتافيا هي لو بيست سيلر ديال لا مارك، كتجمع ما بين لو ديزاين اي لو سور ايكيبمون. دايور انا كنت واجد في لوكتافيا امبيسيون، لو تيكي دونتري ديال لا غام اللي فيها بزاف ديال لي زوبسيون بحال ليكرون تاكتيل، كوموندو فولون، ريغولاتور دو فيتيس اي جانتون الومنيوم. نتمنى نكون جاوبت على كاع التساؤلات ديالكم على قبل لوكتافيا الكا، وما تنساوش تخليو لينا لي كوردوني ديالكم سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا نوتر سيت ويب سكودا.ma.